بص يا بيشو، انا جاتلي فكره جامده قوي. هو انا بقى ما بخافش غير لما بيجيلك افكار، بترعب. يا عم اسمع بس، احنا نعمل اعلان على السوشيال ميديا، نحط صورتك ونكتب مطلوب عروسة. هو انت بتهبب ايه يا يوسف؟ بحمر بطاطس يا بني ادم. قصدي ايه اللي انت بتقوله ده؟ اعلان ايه اللي هتعملولي ده وانا مخطوف؟ اسمع بس بقى، ما تبقاش قفوش. احنا هنحط صورتك ونكتب انظروا الى هذا الشاب الوسيم، ان هذا الشاب تكاد الوحدة ان تقتله، ان هذا الشاب سيء الحظ. تصدق بالله، انت لو مسكتش للبسك طبق السلطه ده في وشك حالا، هتشحت عليا على اخر الزمن ولا ايه؟ يا بشير اسمعني بقى، ما تبقاش اولد فاشن كده يا اخي. يا عم انا اولد فاشن؟ اقول لك على حاجه، انا من بكره هلبس طربوش، ايه رايك؟ بقول لك ايه، افتح الشباك عشان ريحه الاكل هتخنقني. انت شايف اللي انا شايفه ده؟ اوه، البطاطس استوت وشكلها تحفه. بطاطس ايه يا مفجوع انت؟ بقول لك على البنوت اللي واقفه تطبخ هناك دي. اه اللي هناك دي، يعني ساعات بشوفها كده بس ما اعرفش عنها اي حاجه. انا يا واد مش عارف انت طالع انطوائي كده لمين. يا ابني ده نعرف كل الجيران عندي لحد سابع شارع. البنت زي القمر يا وادي يا بيشو. خلاص هي عروستك يا بشير، نقول مبروك. لا نطلب ديليفري عشان الاكل اتحرق يا فالح. لو سمحتي. ربنا يسهل لك، معيش فكة. لا يا فندم أنا مش بشحت، أنا بس عندي حالة إنسانية ومحتاج مساعدتك. أغنيها لك؟ ربنا يسهل لك، ربنا يحنن عليك. يا أنسة أنت فاهمة غلط، أنا ابن خالتي ساكن في العمارة اللي قصادك دي، وبيقف كده بالخمس ست ساعات في شباك المطبخ في عز الحر والصهد عشان يبص عليكي وانت بتطبخي. أيوة بس أنا أصلاً ما بقعدش خمس ست ساعات أطبخ، أنا يا دوب بدخل أعمل ساندويتش وأخرج. ما هو بقى بيقف الساعات دي كلها على أمل إن هو يشوفك ولو دقيقة واحدة. يا حرام. طيب على العموم خد واديله صورتي. لا لا لا، صورتك إيه بس، أنا بقولك الواد متهيم بيك، مجنون مهووس. أتمنى إن أنا أخد منك معاد علشان تتقابله فيه. ده صعب علي قوي بجد. أوكي خليه قابلني في العنوان ده، أهو نعمل عمل خيري. على فكرة اسمك حلو قوي يا حبيبة، الناس بقى بتناديكي بإيه؟ بيبو ولا بوبا؟ لا بيقولوا لي حبيبة الكئيبة. دمهم خفيف قوي صحابك دول. بس بقولك إيه، أنت ما يبانش عليكي خالص الكئيبة دي، يعني شكلك لزوز كده. بجد؟ قول لهم بقى عشان مش مقتنعين. بس ما قلتليش يا حبيبة، اشمعنى يعني المكان ده اللي اخترتي نتقابل فيه؟ عشان اخر مقابله قابلت الاكس كان هنا. ياه قد ايه وفيه ومخلصه، لسه بتيجي هنا بعد ما مات. تصدقي انت بنت حلال، الاخلاص ده بقى شيء نادر دلوقتي. لا والله ده يا ريته مات. يبقى اكيد عمل حادثه والعربيه اتقلبت بيه سبع مرات واتشل وفقد النطق، واكيد ما بقيتوش تتكلموا من بعدها. قصه حزينه جدا. لا 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 لا، ايه الفيلم التركي ده؟ احنا سيبنا بعض عادي يعني زي اي اتنين. سبتوا بعض عادي؟ امال جايباني هنا ليه؟ عشان كنا دايما بنتقابل هنا، فانا تحسني كده يا بشير يعني سايبه حته من روحي في المكان ده. طلعت روحك يا بعيده. بس يعني ما حبكتش خالص ان احنا نيجي نفس المكان، كان ممكن نتقابل في اي مكان تاني. عموما ادينا جينا خلاص. يا متر لو سمحت ممكن واحد كابتشينو؟ لا لا. في ايه؟ ايه اللي جرى؟ اصله قبل ما يذبني كان بيطلب كابتشينو برضه. انا حاسه نفس السيناريو بيتكرر. طيب بسيطه ما تقلقيش، لو سمحت خليه شاي. لا لا يا دي النيله، في ايه تاني؟ اصله لما كان بيحب يغير كان بيطلب شاي برضه. هقول لك على حاجه بلاها خالص، انا مش هشرب حاجه. يا متر لو سمحت ممكن تعلي المزيكا او تشغل لنا عمرو دياب. لا لا دي ما بقتش عيشه. هو في ايه بجد؟ اصله كان بيحب عمرو دياب قوي. بقولك ايه، ما كنت تكلميه وتخرجي معاه احسن. ايه ده، هو انت اتضايقت؟ طيب ايه رايك نقوم نتمشى شويه يعني في مكان عمرك ما هتتخيله؟ يا ريت اي مكان غير هنا، المكان ده كئيب جدا وانا اتوترت. هات اي حاجه لله يا اب، ساعدينا يا ناس، ربنا يرحم لكم ميتينكم، ما دايم الا وجه الله. هو ده المكان اللي عمري ما هتخيله؟ جايبانا التراب يا حبيبه. طب بذمتك
بذمتك تخيلت ان انا اجيبك هنا؟ طب بذمتك انتي، هي مش غريبة شوية ان احنا اول مرة نتقابل ونيجي مكان زي ده؟ يعني الحق عليا يا بشير يعني اني عايزة اشاركك حياتي واشاركك اهتماماتي ووريك الاماكن اللي بحب اخرج فيها. ايوة يا حبيبة، بس ده مكان بيخرجوا فيه خروج ابدي، ده مكان مش للفسحة خالص. اصل المكان ده ليه فلسفة كبيرة قوي عندي. فلسفة ايه يا سقراط عصرك؟ اصل المكان ده مليان بشر وناس، بس البشر اللي فيه حياديين وسكتين ومفيش بينهم لا صراعات ولا حروب. ده المكان الوحيد اللي ممكن تزور فيه البشر من غير ما يأذوك. طب مش احنا خلاص جينا وخدنا الحكمة العميقة، ممكن نروح بقى في اي حتة عشان جتتي ملبشة. بس قبل ما نمشي يعني تسمح لي اهديك الصبارة دي، رمز حبنا. انا مش فاهم، هو انت كده بتحبيني ولا بتبشري عليا؟ شايفة؟ شايفة الفرق؟ شايفة القعدة على النيل حلوة ازاي؟ كلها كده حياة وبهجة. بس يا خسارة، بقالنا ساعتين ومحدش رمى نفسه. يا كئيبة. نعم؟ بقول يا لعيبة، عايزة حد يرمي نفسه عشان تنقذيه اكيد. لا انقذه ليه يعني؟ ما هو ده مصير الدنيا، الرحيل، الفناء، الخلاص. يا ساتر، بقولك ايه؟ ما خلاص بجد. هو انا ضايقتك؟ لا انا قصدي خلاص، يعني نفكنا بقى من السيرة دي وخلينا نتعرف على بعض احسن. يعني مثلا ايه اكتر اغنيه بتحبيها؟ يا دنيا طفيتي شمعي، يا ناس كترت دمعي، والعمر راح حضر، كتبت القاب قلمي، كتبته بسن قلمي، وبرضه بقول قدر. تصدقي بالله يا ريتني ما سالت، والله يا ريتني ما سالت. سيبك من الاغاني، تعالي نتكلم عن الأفلام مثلا. إيه أكتر فيلم بتحبيه؟ فيلم وضاع العمر يا ولدي، يا دي النيلة عليا وعلى سنيني السودة. طب بقولك إيه، قوليلي حكمة مثلا أنت بتحبيها في حياتك. أنا مثلا يعني مؤمنة بالمقولة اللي بتقول لن ينتهي البؤس أبدا. صح، ما هو هينتهي إزاي وأنت عايشة معانا يا بومة؟ ده أنت لو دخلتي أمريكا هيحصل فيها مجاعة. أنت قصدك إيه بشير؟ قصدي يعني إني سمعت دكتور كده في التلفزيون بيتكلم إن الواحد لازم يشغل وقته، وإلا هيبقى مزاجه وحش ونظرته سوداوية في الحياة زيك. ومين قالك إني ما حاولتش؟ يعني أنا مثلا كنت بغني، بس الناس الحقودة تأمروا عليا وقعدوني في البيت. مين دول؟ زمايلك؟ أيوة، عمرو دياب وحمائي وتامر حسني. يعني الناس دي هتحاربك أنتي؟ وليه؟ عشان خافوا أزعزع مكانتهم في السوق لما حاولت أغير من ستايل الأفراح في مصر. ده اللي هو إيه بقى؟ ثواني بس أرد. ألو؟ ده إمتى؟ طيب أوكي حكون موجودة في الميعاد. وشك حلو عليا يا بشير، جاي لي فرح دلوقتي، أنت لازم تيجي معايا عشان تعرف بنفسك أنا ليه اتحاربت. والآن مع مطربة الفرح الفنانة حبيبة. بشير. لا حبيبة يلا تشجعي الناس مستنياكي. مساء الخير يا جماعة، مش ملاحظين حاجة؟ بقالي سنين كل ما اروح فرح اسأل نفسي نفس السؤال، يا ترى ليه لون الكفن ابيض وليه لون فستان العروسة ابيض؟ ابوس ايدك، ده مش وقته خالص. بقولك ايه، غني غني اي حاجة بس ما تتكلميش. طيب يلا يا جماعة، يلا نبتدي غنى. من البداية قلتلي إن مش دايما يكون الحب كافي، والحياة لها حسبة يا يومها نزلت دمع منك فوق كتافي. قلت حاول قلت حاضر، بس اوعي ما تكمليش، لو حتمشي امشي حالا، لو فضلت ما تبعديش. ايه يا ابلة، هو انت العريس وزك عشان بقى تقول ان العروسة بتتلزق فيه ولا ايه؟ لا يا مدام، هي ما تقصدش. حبيبة غيري الاغنية دي بسرعة، غني حاجة فريحي ابوس ايدك. حاضر حاضر حاضر. انا كتير، انا الف حاجة على بعضها في حاجة واحدة، أنا واحدة عايشة الوحدة ومش حاسة واحدة. إيه قصدك إيه يعني؟ أنت أهل العروسة يا بنت مسلطينك تقولي إن أنت عنده انفصام ولا إيه؟ والله يا أختي ما قلت لها،
دي شكلها متسلطة علينا احنا الاثنين. امسكيها هي والواد ده. حضرتك انا ماليش دعوة، انت مسكاني من رقبتي ليه؟ انا مالي؟ انا شايفاك جاي معاها، انت هتستعبط. استلقى وعدك بقى. الحقوني.